بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أخ حامد، أحب أشكر قناة أبو ظبي وبرنامج علوم الدار اللي اتاحت الفرصة للحديث عن مركز الأسرة من سناب شات. في الحقيقة، وانطلاقا من خلال تحقيق التوجهات الحكومية قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائب رئيس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، مثل ما تفضلت، شهد أمس سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حفل إطلاق ميزة سناب شات، أو بالأحرى مركز الأسرة من سناب شات في مقر وزارة اللامستحيل. ردا على سؤالك أخ الفاضل، تقريبا متوسط الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات يفوق 3 ساعات. 54% من مستخدمي التواصل الاجتماعي يستخدمون البرامج للتواصل بين الأصدقاء والعوائل. الأمر هذا يجعل مركز الأسرة ميزة مهمة لتحقيق الترابط والتلاحم بين أولياء الأمور وأبنائهم. الأمر هذا يدعم حماية البيئة الرقمية وجودتها كأنها الواقع. نعم. اليوم نحن لله الحمد نعرف أبنائنا منهم ربعهم منهم أصدقائهم. نعم. ويتكلمون مع منه. فالواقع نعم. اليوم اللي كان مستحيل اللي موجود في الواقع اليوم موجود في ميزة سناب شات من خلال مركز الأسرة. نعم أخوي أحمد، السؤال يطرح نفسه، ماذا تعكس هذه الخطوة من قبل وزارة اللامستحيل؟ تطمح دائما وزارة اللامستحيل لتحقيق اللامستحيل. فعلا كان الأمر اليوم نحن نعرف، والكل كان تقريبا يقول أن أبنائنا ما نعرف منو يتكلمون منو يتابعون. فالأمر هذا ما صار شيء مستحيل. الأمر اللي كان موجود في الواقع حياتنا الطبيعية موجودة في حياتنا في السوشيال ميديا. دائما تطمح وزارة اللامستحيل من خلال الشراكة مع شركاء الاستراتيجيين، وعلى سبيل المثال اليوم عندنا سناب شات لتحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات. وللعلم أخي الفاضل، اليوم ميزة مركز الأسرة تعتبر ميزة استباقية. نعم. كثير من الدول لم يتم تفعيل الميزة هاي. اليوم لله الحمد دولة نعم. الإمارات خذت السبق في المنطقة لتفعيل المنظومة هاي. نعم أخوي أحمد، في أقل من دقيقة، هل هناك آلية لمتابعة هذا المركز وهذه الميزة لتطويرها والاستفادة منها؟ أكيد أكيد أخي الفاضل. اليوم سناب شات يوم جت وفعلت أو أنشأت الميزة هاي، تواصلت مع الأهالي، تواصلت مع الأطفال، استعانت ببيوت خبرة للنظر في مدى إمكانية تحقيق أمر متطلب في لتحقيق الجودة الرقمية في البيئة الرقمية وكذلك في الحياة الواقعية عند الأسر. فراح تستمر وزارة اللامستحيل أنها تسمع لأفراد المجتمع، تسمع للأسر لتحقيق الاستفادة القصوى من هاي الميزة والتطوير عليها. فالأمر هذا راح يكون مستمر، وراح تستمر وزارة اللامستحيل في التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين أيضا، وكذلك أيضا مع التطبيقات الأخرى في التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم بإذن الله تعالى التوفيق دوما والتميز لما فيه صالح العام. الأستاذ أحمد صالح الزرعوني من وزارة اللامستحيل كنت معنا عبر مايكروسوفت تيمز من أبوظبي، شكرا جزيلا لك.